الصحوة انتهت يا شيخ عادل؟ ما أظن انتهت. صعب لك تقول انتهت، لكنها ضعفت كثيرا لا شك. ضعفت لإرادة سلطوية أم لإرادة اجتماعية؟ كلاهما. هل ما زلت مصرا على رأيك في مسألة تكفير علماء الشيعة ولا تراجعت؟ أقول لك تبي الحق ولا ابن عمه؟ أبغى الحق. أني كنت إلى فترة قريبة تكفرهم؟ نعم، تكفر علماء الشيعة. علماء الشيعة. طيب. ثم قرأت كتابا الشيخ حاتم العوني الشريف. الشريف حاتم حفظه الله، هو تكفير أهل الشهادتين. وحقيقة نقل نقولات، ورجعت للنقولات التي نقلها عند أهل العلم، منهم شيخ الإسلام المعتمد الأصلي عندنا. ثم بدأ لي أني حتى ناقشت واحد من عندي أساس، كنت أريد أن أكتب مقالا ثم تراجعت عن كتابة المقال. المقال هذا وش كان يعني فكرته؟ كنت أعيد النظر، لكني ظننت أنه سيؤول إلى ضغوطات حكومية. يعني طيب الحين ما في ضغوطات ولا شيء، علمني، ما هذا هو رأيك الفصل في هذه المسألة؟ نعم، لم أعد أكفر من قال لا إله إلا الله. لا تكفير مطلق ولا معين؟ المعين هذا شيء يحتم به القضاء. إنما العموم، على العموم، كل من قال لا إله إلا الله، من أكل ذبيحتنا، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. عاد التفاصيل يحال إلى القضاء. هذه مسألة في غاية الأهمية يا شيخ عادل. هذا الذي يدعون الله به اليوم. نعم. والله لم يجبرني عليه أحد ولا يكلمني بها أحد. طالما الحديث عن داعش، وأتيت يعني قبل الفاصل على ذكر الحديث اللي دار بينك وبين أخت جليبيب عن انتشار الداعشيات، فعليا الحضور النسائي عند داعش كبير؟ نعم، إذا أنت بتقارنها بالجماعات الأخرى. بالفعل الجماعات الأخرى مثل من؟ يعني مثل تقول جماعة التكفير والهجرة، جماعة شكري مصطفى، القاعدة، هي تشكل يعني شكلت زي ما تقول يعني ظاهرة مختلفة من حجم العدد والمهام اللي أوكلت لهم، طريقة توظيفهم، بس ما هي مستغربة. يعني ما أشوف إن مناقشتها كشيء غريب، إنه كيف هذه النساء إنهم راحوا مع داعش يعني. واللي يستغرب كيف تجاوبينه؟ تقولوا إن المخزون اللي هم نهلوا منه هو أوريدي موجود. وشو؟ المخزون الأيديولوجي اللي اعتمدوا عليه. لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. هذا الحديث الشهير للأمير محمد بن سلمان، والعبارة التي أصبحت متواترة والجميع يرددها، سندمرهم فورا. التطرف كان عقبة كأود في مسار التنمية يا أستاذ جاسر؟ نعم، التطرف كان الحقيقة يلقي بسحابة قاتمة على السعودية ككل، يعطل كل توجهاتها، يشل حركتها في كثير من الجوانب، ويقدم عنها صورة سيئة، ويتغلغل في النسيج الاجتماعي. يعني كان هناك عمل منظم على تخريب البنية الاجتماعية السعودية، وعلى تشويهها وعلى تحويلها وعلى تغذيتها بالتطرف بشكل مستمر. لذلك كان الأمير محمد تصريحه وقراره عملي أن المسألة هذه، بقاء هذا التطرف أو السماح ببقائه بأي شكل من الأشكال، هو إعاقة كاملة، غدا أنه قد يكون وسيلة تدمير ذاتية من الداخل. ولذلك نعم، بدأت الحرب. الأمير لما كان يتكلم عن عام 79، نعم، أن السعودية تعود إلى وضعها الطبيعي النقي المتدين المعتدل اللي كلنا نعرفها، يعني قبل أن تتلوث أو قبل أن تعلوها هذه الغمامة السوداء من التطرف وتفرض عليها على مدى 3 عقود أو 4 عقود الماضية وتتغلغل في كل تفاصيلها. اليوم طبعا كان لابد من قرار حاسم، هذا القرار حاسم فعلا هو غير المشهد كليا.